تونسي كذاب ولا ايه؟ تونسي اكيد كذاب يا معلم، نعرف ولد عمي ما خرجش من القروين جملة، كل ما يمشي يوصل القروين يهبط ويرجع يقول لكم كنت في ايطاليا، وكثر ما هو كذاب قال لك البحر شقيته على سيك. والله انا نعرف والله ونكذب تكليف الماسعة ونبدأ منه. انا تو قاعد نكذب عليك بيه. التونسي مستحيل يكون كذاب، واحنا تونس مانيش كذابين جملة، تبقى فيش احنا الكذب معناه مش نستعملوه كبالسنس الخايب، نستعملوه في الحاجات الباهية. عندنا ككلمة اللي تقول الكذب في المصطلح جايز، هي بدها تحسها كذبة الكلمة. يقول لك ما خاطر يقول لك كان الكذب ينجي صدق بلاش بيه، يعني حقيقة نمشيو هكا السيستم تاعنا، كان الكذب ينجي انا صدق بلاش بيه. تبقى فيش نستعملوه الكذب، نستعملوه اصلا لنولف في ليشون ليكسيكال نتاعنا، معناها كي نتكلموا نبدو نكذبوا، معناها احنا وانت قاعد تتكلم في اللاوعي نتاعنا. اي عرفت شنو لحظه نكون احذاك، والله لحظه ويحلف بوالله ويقول لك لحظه نكون احذاك، هاني يعني نغزر لك لحظه صحيح. هو مازال ما وليه ديما ريت شنو كي يبدا انسان جاي عمره بالعمر ما يعطيك البلاصه اللي هو فيها، ديما يقدم لك 100 متر 200 متر كيلومتر 10 كيلومتر، وهاني لحظه هاني يعني في الدور هاني يعني صحيح خلط بيان سور توانسة الكل كذابة وصاير علي عاد أنا فما صدق في الناس الكل الناس الكل زاد من الكبير للصغير صدقني تولد يابت من كرشوم ويكذب للي يوصل للقبر وهو يكذب تير نحن عايشين في الكذب احتمال رضعه لنا في الحليب أنا متأكدة هنا بالحليب خاصة حليب الحكوك كذاك وطول في حليب الديليس حقهم يبدلوها كلمة حليب يحطوا كذب خاطر الناس كل بالرسم تكذب التونسي أكبر كذاب وفشلام فشلامة على الأخر كيف يحكي يكذبوا ياسر يبابروا اللي يعمل 4 فرنك في مكتوب ويولي ما عادش يعرف العباد كذب موجود هي تربية هي راهو وساعات توفى العصر اللي عاشوا فيه هذا فهمني في الرأسمالية الفوضوية ساعات الكذب ضروري ولا أما مو هل دخلت علينا هالتكنولوجيا الجديدة الهاتف الجوال والإنترنت بعد ساعات يقولوا يطلبوا يقولوا فين موجود وهو تقام موجود في باساج يقولوا لا أنا موجود في المرسى أكبر شعب منافق في التاريخ وكذب ونفاق ويصفق مع الرابح في جميع معناها وهذاك اللي وصل البلاد فهمني معناها الكذب جاي من ماشي في دمنا بوم ما تفيقش بروحك ولينا نكذبوا من غير ما نفيقوا وليت عندنا الكذبه البيضه هذيك نقول لك نكذب نسلك اموري عاديه ما هي بيان سور ماشي عاديه جمله استنسنا شايفينا انت اخر كذبه كذبتها وقتاش كذبه بيضه كاللحظه ونجيك توا اللي انا توا قاعده نقرا وانت وين قاعده؟ ذهبت مع صاحبتي بقضيه انت اكبر كذبه كذبتها انت اكبر كذبه كذبتها اكبر كذبه كذبتها انا نحكي بالدرز عليك قر راي يجيك خفيفي كذبت على امي قلت لها راني بطلت الدخان انا تو كان امي تتفرج في كان امي تطلع تتفرج فضحتني انا يا من نكذب عليك ما بطلتش الدخان زلت نتكيف الحقيقة هذه أكبر كذبة. آخر كذبة توا صاحبي بنتي كلمني بالتليفون قلت له أنا توا في الدار وأنا نحوس في لافينيو. آه. الله غال هذيك هو خاطر أنا ما نحبش نمشي له. إيش تعبني نعم. أكثر كذبة كذبوها عليك. أكثر كذبة كذبوها علي ذي واحد صاحبي. واحد صاحبي ذي قبل صغير في الصغرى هذه كذبة الصغرى. هذي وحيدك اللي رتش في الصغرى اللي يكذب إحنا صغار نتلمذوا الكل. بدا يحكي لنا الكل يقولنا بابا خرج لبرا وعاش وعرس ب4 نساء غادي وعملهم الكل في الاخر كله يطلع عرفت كي كله يطلع كذب كله يطلع كذبك اللي في الصغر نبدو نكذبوا على بعضنا وانا بابا شراك فراري تطير وانا ما نعرف شنو هذيك اكبر كذبات خلطت عليهم ريفيون مثلا في الحومه غاديك فهمتي كستم وحتى الحتى صاحبي وكرافات وكذا فهمتي واو انا الليله الصهريه في البقعه الفلانيه والصهريه في البقعه الفلانيه ومن بعد ديك فهمتي غزر يمين ويسار عمل هكا هوب وتزرف وتخلي الدار قعدت نتبع فيه في الليله قعدت في الحومه نتبع فيه تفهم فيا قطعش عليها بابا قطعش عليه ما لاش نعمل له نعرفه يكذب فهمني ساعات يقول لك اعطيني سيجارو ولا خلص عليا قهوه من بعد تولي باش تسهر في البقعة الفلانية
وتفشلوا ملابس كرافات ودرا شنو تبدا واقف معانا وباش نعملوا كذا وتعمل هكا فهمتي اخر وقت فهمتي تغزل للعباد فهمتي وتعمل هكا يبون الاولاد وكذا ويرجع للدار ويقوم الصباح فهمتي يبدا يتثاوب علينا فهمتي وانا كنت صار في البقعه الفلانيه وكنت صار كذا وصار يسلم عليك يبدا يسلم علينا التوسك يعطيك كلمه يقول لك لحظه وين جي كاني قدامك يجي ولا بون اللي عندي يجي ايوا يجي بون ما اكثرهم يكذبوا الحقيقه بون منهم برشا رجال هذوما بون نجموش نقولوا الكل ما فما عباد معينه فما اللي يكذب على صاحبته باز كيفاش تلقى بيه كذاب كيفاش تعرف ولا يكذب عليك يتفافى برشا اون بلوس توا الولاد تلزوا باش يكذبوا خاطر فما ما نجمش نقول البنات الكل ما فما نوعيه من البنات تحب الفلوس دونك هو يحب يوري وما يخذ لي طفله تحب الفلوس فكره اللي هي تحب الفلوس دونك ديما يحب يوري اللي هو عنده باش تغزر له فقت لي غالي وبعد شو قال لك طفله تحب الفلوس مش حاجه مقنعه وهي الطفله شنو تحب؟ تحب العبد اللي يفهمها تحب العبد اي هو قليل تو باش تلقى الحقيقه العبد يحبك بالرسمي ما تحب العبد اللي يضحي على خاطرها ويعطيها من وقته يهتم بها مش لازم يكون عنده برشا فلوس على خاطر بالرسمي الفلوس ما تنجمش تشري المحبه ما تنجمش تشري برشا حاجات تتحس نقول لك مواصفات فتاه احلامك شنو ديجا موجوده عبد حنين ويحبني سورتو يحبني وعبد حنين كيفاش تعرف يحبك هذه مفسرها لي كيفاش تعرف الانسان يحبك ما نجمش تفهم تسمع كان الكلام بفعل وباش تعرف باش تعرف برشا حاجات بيان سور هاي بفعل وباش تفهم بيان سور وعرفت كلمه تعيشها معك كما هي ولا التوسي نجم يعدي نهار من غير ما يكذب امبوسيبل مستحيل كان قال له غدوه فهمني سكر تليفوني ولا فهمني ما هذا لا كان مشيت القوره عليه الناجحين يقول له غدوه معناها فهمني نص نهار بعد دقيقه ما تلقاه التونسي عنده كلمه كيقول لك لحظه ونجيك لحظه ويجيك مستحيل حتى المسؤولين في حتى المسؤولين في معناها في الادارات فهمني مشيت في دمنا كي يقول لك 8 اقرا حسابك نص الليل كي يقول لك ماضي ساعه اقرا حسابك الخمسه تاع العشيه كي يقول لك غدوه راهو الشهر الجاي كي يقول لك اصبر راهو ما عادش باش يذكرك جمله قال لك اصبر صحيح تاكد قال لك اصبر ما عادش باش يغزر لك جمله انا نقول لك خاطر صاير عليا والله صدقني صاير عليا ما ثمش مسؤول ولا اي حكايه وعدني بحاجه وصارت مش الكل ما نعممش فيها فما اللي عنده كلمه فما اللي ما عندوش كلمه صحيح فما ما خدك تدخل المستوى تدخل الثقافه تدخل التربيه فهمني والشخصيه نتاع البشر اذا كنت عنده شخصيته فهمني يكون فهمني متربي ومعدنه باهي فهمني من عائله باهيه وهو فهمني يعني عليه ما راش مانع مش يقول له راني نجي مؤخر ولا كذا وفما مواعيد لازم يكونوا هو الانسان لازم يعود روحه على النظام فهمني خاطر الموعد وقت تجي سبونكتويال تقول راه نجي في الوقت كذا وكذا انسان منظم وانسان مش منظم يقعد هكاك يقعد حياته كامله مش منظم التونسي منافق التونسي لا مش الكل مش الناس الكل منافقين اما فما فئه المنافق لدرجه قويه على الاخر عرفتك لي تحسوا التوب نتاع النفاق كيف في وجهك كده تلفت يقول لك على السلامة لاباس صافا انت تمشي تقول مسقط والانسان هذا مخبي والله عرفت من اسقط ما فما انا تو نحبك تغزر غاديك ابو كل باش ترقى صمبه نتاع العلامه ابن خلدون قال كلمه مقوله تنسى الجمله قولها لي تو اذا دخلت افريقيه فوافق او نافق او غادر البلاد هذه هي المقوله انت ما دامك مازال ما غادرتش البلاد معناتها شنو انا لاني نافق وتوافق لا انا نصار على الاخر لا نوافق ولا نافق وانا نحار كان انا صدقتك شوف مع الجماعه انا لا الحقيقه ولا بالحق بار كل شيء انا نحاول باش نكسر القاعده دي خاطر في الاخر ابن خلدون هو صحيح هو علامه معناه نقتدوا به والكل لكن ماهوش كلامه منزل قران من عندي ربنا معناه نجم حتى ولو كلامه هو صحيح لكن نجمو يتبدل كلامه مش بالضرورة باش تعيش في كما نقولوا مجتمع معين باش تستانس بالعيشة معهم ما تنجم تكون كان كيفهم باش تعيش كان باش تكون مختلف ماكش باش يقبلوك تونسي منافق برشا في بعض الأحيان تنجم تقول مكثرة توا وليد على مود الفازة